الغلطه اللي درتها في حياتي ظلمت بزاف عباد. كاين عباد طلبت منهم السماح وكاين عباد ما نقدرش نطلب منهم السماح بيسك قاسوني يا خويا زين. غلطت بزاف، درت غلطات بزاف في حياتي انا، ماشي غير غلطه واحده، درت بزاف صوالح باينه بلي ندم عليهم. تفرياني ند الغلطه اللي ندم عليها ما درتش ديبلوم في حياتي. ما عندكش تما؟ ايوا ما عنديش ديبلوم في حياتي. راك حايب تصحح الغلطه وتروح دير ديبلوم تقرا عامين باش دير ديبلوم؟ انا حايب ماذا بيا اجري سي اوت الكتريسيان اوتو. هادو لي اما تلفيت كي تريح كي تكون قاعد هاديك هي سواء عندك ما دير تحس روحك. ايوا تحس روحك هاك الضربه انت على قد قاعد كونيكتي واش دير واش ميتي ايتريسيا. بالنسبه لي ثلاث سنوات الاخيره اصبحت لا اندم على شيء. واش معناه؟ استفيد منه، هو عباره عن درس ليا. بالنسبه لي لو التخصص تاعي لو يرجع بي الزمن، لو يرجع الابتدائي كنت راح ندير التخصص اللي هو التخصص الاعلامي في مجال تطوير الذات، لاني انا الان ادرس قانون الاعمال، هذا اول شيء. لكن استمتع به، مجال الاعلام، مجال قانون الاعمال، زائد فيما يخص تاع الاعمال ونشاطاتنا الحمد لله. طيب كاين اشياء قلت لك، كاين بعض الانسان يرتكب الانسان مش كامل لله فيما يخص صلة الرحم، الإنسان مقصر بي، ربما أنا مقصر صراحة، مقصر بزاف حق والدية طبعا، في بعض الأحيان صراحة نطلب من هذا المنبر والله ومن الله سبحانه وتعالى أن يسمحوا لي أول شيء. ثاني شيء أنا قلت لك الإنسان بيني وبين نفسي لما تكون عندك أهداف وما توصلهمش بالنسبة لي مقصر فيها، لكن أنا نقول لك بصفة عامة هذا عبارة عن دروس في الحياة، مثل ما كان حكمة غربية تقول لك الذكرى السيئة تستفيد منها، هي عبارة عن درس ورسالة ربانية ليك، والذكريات الرائعة هي عبارة عن انطلاقه. ومليح هذا السؤال لان الانسان بهذه المناسبه اسي قاسم من قاس لجميع الجزائريين، مليح الانسان يدير مراحل للتقييم، يشوف وراه دوك اين هي الاخطاء، هي عباره عن تجارب اللي وقعها لكي لا يتفاداها مستقبلا. هذا التقييم مليح لما يكون سنوي ويضع اهداف لكي يكتشف خاصه اكتشاف شغفك في الحياه وتستمتع بحياتك قبل ما ننتقل الى الحياه الاخرويه. اول غلطه دار الانسان في حياته هي انه اول غلطه اللي يندم عليها بزاف ما يطيعش والديه. هذه غلطه الانسان يرتكبها، او يظلم اخو، يظلم الاخ تاعو، هذه ثاني غلطه ثانيه. وخاصه اذا ظلم انسان وهذاك الانسان توفى، هذيك غلطه الانسان يبقى توجور ضميره ينب عليه توجور. وبالاخص اللي ما طاعش والدي هذاك اللي تبقى ضمن تاعي الى يوم لو يرجع بي الزمن، لو يرجع الابتدائي كنت راح ندير التخصص اللي هو التخصص الاعلامي في مجال تطوير الذات، لاني انا الان ادرس قانون الاعمال، هذا اول شيء. لكن استمتع به، مجال الاعلام، مجال قانون الاعمال، زائد فيما يخص تاع الاعمال ونشاطاتنا الحمد لله. طيب كاين اشياء قلت لك، كاين بعض الانسان يرتكب الانسان مش كامل لله فيما يخص صله الرحم، الانسان مقصر بها تماما. فيما يخص بعض الاحيان فيما يخص توقيت مجال تاع الدراسه، قلت لك المجال خاصه التخصص وما ادراك ما التخصص نقص.